دايما احنا عندنا حد كده، انا شخصيا كنت احب قوي ان انا اشوف الدولة شويه، استاذ مرتضى. انا سألت قال الجملة في اول اليوم ان المخرج لازم يجرب كل حاجة، فخليت المخرج يجي يجربها الاصعب من اللي احنا عملناها. استاذ مارك، عايزك تحكي لنا احساسك بعد ما وقعت وعشت اللي الممثلين بيعيشوا. يعني حاسس تجربه صعبه جديده من نوعها. ايوه، ايه اول فكره جات لك لما وقعت؟ اول فكره جات لي ان شكلي واحد قدام الناس. حسيت ان انا عايز ابقى مجرم حرب زيك واخش اخد كونفيشن في لحظتها وانت لسه واقع وكده، فحسيت ان العصب ده كان اسف. بس في حاجه ضحك، انا بتهيألي ان انا شخصيا ضحكت. يعني انا كنت قاعد اضحك لان انا الارض كانت الجيل ده بيتحلق جدا، صح؟ فانا مش واخد بالي، فداخل بقلب جامد، صح. وحبيت انك ضحكت، وحبيت انك لما وقفت اتكلمت قد انت محرج، وحبيت يعني قصدي انت تعاملت مع الموضوع باحسن طريقه في الدنيا ممكن تتعامل فيها بالموضوع. يلا بينا، تعالى هنا. على ايده من غير ما يبقى لابس حاجه، حسيت ان انا نفسه يحس باللي الناس حاساه. حسيت ان تعالى احس لان ساعات المخرج ما بيبقاش حاسس قوي بخطوره وصعوبه المنظر. يا مارك يا جيم، حسيت بايه يا مارك؟ حسيت بصراحه ان انا كنت عايز النار تكمل. يعني يمكن يمكن لو كنت لبست السليف اللي هم لبسوه كانت النار هتكمل اكتر، صح. بس انا كنت قاري عن الستان دي قبل كده انه الجل ده تلج، يعني انت بتحطه على ايدك بيبقى تلج قوي، صح. فانت مش بالعكس، انت مستني النار عشان ايدك بس يبقى فيه شويه درجه سخونه. يعني طب قول لي انت موجوع لحد دلوقتي ولا لا؟ لا انا تمام نفسيا، عاطفيا عاطفيا موجوع.